طيب فيما يخص ملف المريخ وتحضيراته لملاقاة الخرطوم الوطني، التحضيرات والجملة التكتيكية اللي من قبل الجهاز الفني. نعم، يمكن المريخ استعاد توازنه في آخر مباراتين. يعني يمكن كان في جدل كبير في الفترة الماضية بأنه هل المدرب الجزائري آية عبد الملك هو يستحق أنه يستمر على رأس الجهاز الفني بعد 3 مباريات الفريق لم يعرف فيها طعم الانتصار. آخر الخسارة كانت أمام حي الوادي، تم تكليف جمال أبو عنجة بالإشراف على الفريق في بقية المباريات، وجمال أبو عنجة استطاع أنه يحقق انتصارين مهمين وفي ملعب صعب جدا، ملعب النجعة، أمام هلال الفاشر وأمام المريخ الفاشر اللي أصبح يمثل عقدة منذ انضمامه إلى الدوري الممتاز. المريخ الفاشر كان يمثل عقدة كبيرة جدا بالنسبة للمريخ العاصمي، قبل موسمين حرموا من الفوز بلقب الدوري بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، وبالتالي فوز المريخ العاصمي على المريخ الفاشر بنتيجة 1-0 أعتقد أنها أيضا كانت مطمئنة، لأنه الجهاز الفني استطاع أنه يعدل الأوتار، يعدل التشكيلة، يعيد توظيف اللاعبين بشكل جيد، ولذلك أعتقد أنه هذا الأمر يدخل المريخ في مواجهة أخرى أيضا لا تقل صعوبة. دائما أيضا مواجهات المريخ، يمكن المريخ منذ إنشاء الدوري الممتاز كان يعاني دائما أمام 3 أندية اللي هي الخرطوم الوطني ومريخ الفاشر منذ صعوده والأمل عطبرة في عطبرة. هذه 3 أندية كانت تمثل هاجس كبير جدا بالنسبة لجمهور المريخ وكيفية التغلب على هذه الأندية. صحيح أنه لو نظرنا إلى المباريات في آخر سنتين بنلقى أنه في تفوق كبير بالنسبة للمريخ على حساب الخرطوم الوطني، لكن هذا الأمر لا يعني بأنه المباراة ستكون سهلة بالنسبة للمريخ، خصوصا وأنه المريخ يرغب في أنه يقفز إلى الصدارة بعد إذا ما حقق الانتصار على الخرطوم الوطني، وخصوصا أنه أيضا الخرطوم الوطني سيقوم بتدريبه في الفترة القادمة المدرب إبراهوما، اللي هو بعد إقالة هيدان تم التعاقد رسميا مع المدرب إبراهوما، ولا شك بأنه هذه المباراة ستكون لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للكوتش إبراهوما في ضرورة تحقيق الانتصار على المريخ من أجل أن يرسل رسالة لمجلس المريخ بأنه تم الاستغناء عنه وهو كان يستحق أن يستمر.